نشوفوا 732 ايفالياسيون اي كونسوليداسيون، هذه كنبداو الوحده السيمانه الخامسه في الوحده الرابعه. اكتيفيتي اورال، الانشطه الشفهيه الشفويه. شوفوا النشاط الاول اش كيقول. Pour préparer ton projet, tu vas avec tes camarades dans un supermarché, supermarché ou un souk ou la souk, et tu poses des questions sur les produits. Tu as demande aussi ou en mai ou les marchandises achetées. باش تسولهم واش الناس كيستعملوا الميكاب بلاستيك ولا كيستعملوا الكفه ولا كيستعملوا الساك، سولهم فاش كيحطوا الناس دوك البضاعه اللي كيشريو. هنا نموذج ديال الاسئله انا نقراهم شفويا وانتم عتلقاهم في التعليق في تحت في التعليق على الفيديو، عتلقاو لتحت نموذج ديال الاسئله ديال الانشطه بثلاثه ممكن تستعملوهم. الاسئله شنو غادي تقول؟ مثلا تقول له اسكو vous vendez ces légumes chaque semaine dans ce souk، مثلا لاكتيف في السوق ديال الخضره تقول له واش كتبيعوا هذه الخضره هذه كل سيمانه هنا في السوق. غتقولوا دو فيان فو ليغيم، ملي كتجيبوا الخضره ديالكم، ولا دو فيان سيت مارشانديز، داك اللي كتكب في واحد السوبر مارشي تقول ملي جبتي هاد السلعه هادي. مثلا كي فيكس لو بري دو فونت، شكون اللي كيحدد الثمن ديال البيع ديال هاد السلعه، شكون اللي كيفيكسيها. كو فيت فو دي ليغيم كي فو ريست اون فان دو جورني، شنو كدير بدوك الخضره اللي كتبقى عندك في الاخر ديال النهار السوق، ولا شنو كدير بهاد السلعه مثلا اللي كيفوت هاد التاريخ. غتقول له مثلا اسكو سو مارشي سو تيان سولمون لو ديمونش، مثلا هاد السوق هذا واش كيكون على الحد ولا كيكون لو سامدي ولا كيكون على الاربع، فهمت. ومثلا الا كان سوبر مارشي كتقول له فوقاش كتحلو فوقاش كتسدو. ندوزو النشاط الثاني. هاد الاسئله هاد النموذج ديال الاسئله تلقاوه في التعليق ديال الفيديو لتحت. النشاط الثاني كيقول لك ديكري، وصف لنا لو ترافاي، العمل ديال دو ليلفور، مربي الماشيه، و اي دو لابوغور، وهاد المزارع مربي الماشيه شنو هي خدمته. وصف لنا المزارع، وصف لنا خدمته. مثلا مربي الماشيه نقولوا ليلفور سوكيب دو سي تروبو، يهتم مربي الماشيه يهتم بقطيعه، لو تروبو هو القطيع، اما كيكون لو تروبو ديال لي فاش ولا لي موتون، ربما يكون ديال الابقار ولا الاغنام. لي زونفوا بنها في الصباح كيرسل لهم شاك ماتان كل نهار افيك لو بيرجي، كيرسل لهم مع الساعه ما كانش كيسرحهم هو الناس، كيرسل لهم افيك لو بيرجي au pâturage pour brouter de l'herbe fraîche. كيرسلهم تما برا باش ياكلوا في الحق، باش ياكلوا باش يرعاو ياكلوا هذاك العشب الطازج. il leur donne aussi du foin et de l'eau، عاوتاني كيعطيهم من ما كيكونش من خارج كيكونوا لداخل، كيعطيهم التبن والماء. au printemps il tend، في وقت الربيع كما كنشوفوا شنو كيدير دابا، شنو هذه العمليه شنو كتسمى، il tend les moutons، كيدز عمليه بزاز، كيدز طوند، كنسميوها طوند، طوند، يطوند لي موتون اي فون لور لان، وكيبيع الصوف ديالهم، كيدز الغنم وكيبيع الصوف ديالها. هنا لابوغور، لابوغور لا تير ولا لابور سون شون، كيفلح هذا الحق ديالو، بور كي بويس اون ايتي لو موسون، في الصيف كيجي كيحصد المحصول. نشوفو ثالثا شنو كيقولو لنا. بريزونت ا تي كاماراد، قدم لي زملاء ديالك سو كون برودوي دون تا ريجيون، شنو كننتجو في المنطقه ديالك. اليما واش اغذيه، مثلا عندكم زيتون كينتج، عندكم مثلا تلاح تيغ، فيتمون تياب الملابس، طابي الا كانوا كينتجو الطابي الزرابي، استونسي الا كانوا كيوجدوا دوك الموال بحال داك اللي شفنا داك الخزافي. هنا قال لك ديكري، وصف لنا لو ترافاي دان جاردينيي او برانتون، شنو كيدير مثلا الجاردينيي في الربيع. مثلا كنقولوا جاردينيي شنو كيدير، اغوس سي بلونت افيك ان اروزوار، هذاك كيسقي مثلا دوك الغرسات ديالو مثلا ان جور سور دو، نهار بنهار، الا كانوا دي موفيز ار بوس، الا كانوا كينوضوا ربيع خايب كيحيدهم لي زاراش، اي تيليز دو غاتو داك اللي كيجرو به داك الراتو. كاين مجموعه من الاشياء اللي ممكن تعبر عليها، ديروها في التعليق. اذا هذه هي الصفحه 132 سالينا.